الأخيرة مشاهدينا مع الشعر والكلمات والوضح الذي ينساب جماله وتفرده من خلال إحدى تجارب الشعرية الشابة في السلطنة. معنا مشاهدينا الشاعر فهد بن سالم العويسي. مساء الخير فهد، سعيدين جدا بوجودك معنا في برنامج من عمر. مساء النور، شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الطيبة. الله يخليك. نبدأ بقصيدة شعرية وطنية نستفتح هذا اللقاء، وبعدها ندخل في محاور أخرى. طيب إن شاء الله، إذا نبدأ بالشعر. في حضرة الشعراء نعم. دائما البداية يجب أن تكون شعر عموما. نعم، ينبغي هكذا. هذه هي يعني أبيات ما وضعت لها عنوان، ولكن هي وطنية وليست بالطويلة أيضا. أقول: أشعل فؤادك طول العمر قنديلا، ورتل الشعر للأوطان ترتيلا، وأسمع الدهر من سحر البيان ومن قصائد المجد ما يبقيه مذهولا. وصف بلادا بها التاريخ منبهر، أنوارها كحلت عينيه تكحيلا، آياتها قد تلاها الدهر في جذل ونزلت في شغاف القلب تنزيلا. آياتها قد تلاها الدهر في جذل ونزلت في شغاف القلب تنزيلا. يا أيها الوطن المسكوب في دمنا، حق لك الحب إجلالا وتبجيلا. بالله يا وطني من أي ملهمة آتيك بالشعر بالأشواق مجدولا. إني حملتك في قلبي وفي فكري، هذا سناؤك في عيني محمولا. وأنت أجمل من شعر ومن كلم، إن الحقائق لا يقبلن تأويلا. مقطوعة ليست طويلة. نعم، جميل جدا شعر فهد. نتحدث أيضا يعني لكل شاعر اليوم أسباب رأى من خلاله روح الشاعر عفوا. نسألك اليوم، ما الذي يستهويك في الشعر؟ كيف تكتبه؟ ومتى كانت أول رسالة أو قصيدة شعرية كتبتها؟ نعم، هو قبل أن يستهويني الشعر يعني كأسلوب متفرد في اللغة العربية، استهوتني اللغة بشكل أوسع، اللغة العربية بشكل أوسع. أو خلنا نقول من بداياتي في القراءة، كنت يعني أميل للقراءة في الكتب الأدبية. جميل. ومن خلال هذه القراءة، حتى أذكر لما كنت في الثانوية في جابر بن زيد، كانت مكتبة أدبية عامرة على المبنى القديم اللي كان في الوطية، فكنت أقضي ساعة الاستراحة والأوقات التي أجد فيها فرصة في القراءة في هذه المكتبة. وبالتحديد كنت أقرأ في ثلاث كتب ما كنت أتعدها يعني. في وحي القلم للرافعي، مصطفى صادق الرافعي. ممتاز. وفي الحيوان للجاحظ. وفي التاريخ مروق الذهب ومعادن الجوهر للمؤرخ المسعودي. ولكن قراءتي في الكتابين الأدبيين كانت أكثر. يعني استهوتني اللغة بشكل عام. بعد ذلك بدأت أقرأ في الشعر، فما كنت يعني أتصور أني أستطيع أن يعني أكتب قصيدة موزونة، ولكن أول محاولة لي كانت في الصف الثالث ثانوي بالتحديد. جميل. مرت نفسك أيضا في بيئة حتى تستطيع أن تكتب الشعر رصينا متينا كهذا؟ أيوة. الانطلاقة خلنا أقول بعد دخول الجامعة. فأول ما دخلت الجامعة، يعني طبعا الجامعة متوسعة والمكتبة أضخم، جامعة السلطان قبوس. نعم. يعني واصلت القراءة، وهذه القراءة أيضا شدتني للأدب أكثر. ومن هنا بدأت يعني مسكت خيط القصيدة الأولى. وأذكر بأن في مادة اللغة العربية التي كانت مقرر إلزامي على الطلاب تلك الفترة، رغم أني أنا في كلية الهندسة ما لي علاقة بكلية الآداب، ولكن يعني كان من ضمن الأنشطة نشاط تعبيري، فاخترت أن أعبر عن طريق قصيدة. فقدمت، أذكر حتى كانت قصيدة وطنية لبعض الدكاترة، فشجعني على الاستمرار وأكد لي بأن القصيدة موزونة وتحتاج فقط لمزيد من التمرس. جميل. والسنة اللاحقة اشتركت في جماعة الخليل. وجماعة الخليل للأدب نستطيع أن نقول هي الانطلاقة الحقيقية لي في مجال الأدب. نعم، يعني أنت تهندس المشاعر في قصيدة. والله أحاول ذلك. جميل جميل. الموضوع عقد من ذلك. نعم، يعني اليوم فهد اتجه إلى الشعر الفصيح. نعم. رغم
إن صح التعبير أن الشعر الفصيح عادة يوجه للنخبة، للقراء، لفئة معينة. عادة نعم. الشعر النبطي هو الأكثر توسعا، الأكثر شعبية، الأكثر جماهيرية. أيوة نعم، وهو يمكن يعني هذا المجال وهذا الحديث ذو شجون يعني طويلة، لأن الشعر هو الأساس، الشعر الفصيح الذي يعني انتقل إلينا عبر قرون وقرون وقرون، ولكن بسبب يعني توسع انتشار اللغة العامية وأيضا أسباب أخرى تعود للشعر الفصيح نفسه، يعني بسبب أن بعد الناس عن اللغة العربية ومحافظة الشعر الفصيح على مستوى معين رفيع في اللغة، يعني أدى ذلك إلى انصراف يعني الناس إلى الشعر الشعبي بشكل عام. ولكن هذا لا يقلل أبدا من قيمة الشعر الفصيح ومن اختيار الشعر الفصيح. أما أنا كيف اخترت الشعر الفصيح، فدعني أقول بأني ما كان أمامي خيار آخر أصلا، ما كنت أفكر يعني في شيء آخر غير الفصيح. وأيضا كما قلت من البداية بأنه القراءة هي التي أخذتني في هذا المجال. هل تأثرت بشاعر معين؟ بشكل عام يعني تأثري بشاعر معين ما كان في المرحلة الأولى، يعني ما كان حتى الآن هذا الكلام وهذا التعريف الذي أقول الآن ما كان متبلور في ذهني بنفس الوضوح الآن، يعني في بداية كتابتي للقصيدة أكتب، لكن مع الاستمرار مع القراءة بعد ذلك تعرفت على الشعراء. جميل. تعرفت على يعني الشعراء العراقيين من كبار الشعراء المعروفين مثل الجواهري وأضرابه من الشعراء، بعد ذلك أيضا الشعراء العمانيين مثل يعني أقربهم إلى نفسي هو أبو مسلم البهلاني، حاولت أن أحفظ قدر كبير من شعره ولازلت يعني لازلت قريب منه. جميل. هل الشعر موقف فهد؟ هل تكتب عن موقف دائما، عن تجربة، عن حدث معين مر بك؟ نعم، هو الشعر يعني ما بالضرورة يكون عن موقف، هو حالة، حالة معينة، لأن أحيانا أنت قد تمر بموقف وتكتب قصيدة تأثرا بذلك الموقف، وقد لا تستطيع أن تكتب، وقد تستطيع أن تكتب خاطرة نثرية مثلا ولكن لا تستطيع أن تكتب قصيدة في تلك اللحظة، وقد تقرأ كتاب فتتأثر به وبروح الأفكار التي فيه فتكتب قصيدة، أو تقرأ قصيدة لشاعر آخر فيعني يكون تأثرك عبارة عن قصيدة أخرى. جميل. موازية أو قريبة من تلك القصيدة. نحن مثل ما بدأنا بقصيدة نود أن نختم بقصيدة. طيب إن شاء الله. هذه القصيدة من بداياتي في جماعة الخليل يعني، وهي ليست أفضل ما كتبت لكن قريبة إلى نفسي. جميل. دوائر الصمت، عنونتها بهذا العنوان. أقول من قوس ليلك سهم الفجر ينطلق، من ريق شمسك حبر الروح يندفق، عيناك تقطفني من غصن قافيتي لحنا به يستفيق الحبر والورق، فما الغرام وقلبي غير ذابلة من الزهور تهاوت وانتشى العبق، بين الوصال وبين الهجر أمنية، إن الغرام كما لا نشتهي قلق. أنت القصائد أدنى نبضها وجع يبري الضلوع وأقصى ليلها أرق، أنت الدموع التي في مائها لهب فوق الخدود التي في زهرها نسق، أنت الدموع التي في مائها لهب فوق الخدود التي في زهرها نسق، وأنت جمرة شوق طالما اتقدت على ضلوعي فكاد القلب يحترق، وأنت مجد أثيل ساكن بدمي، وأنت سر تقدس من أنفاسه الفلق، بل أنت كحل لعين الدهر، بل أنت كحل لعين الدهر يا لغتي، نافورة من جنان الخلد تنبثق. أخفف الوطأ سهم الليل يتبعني، والنور في شرفات الروح يأتلق، وسادن الليل سل الآن خنجره، والحزن لي نظر واليأس لي أفق، لما التفت إلى التاريخ، لما التفت إلى التاريخ تؤلمني طعنات من غدروا في قلب من عشقوا، فكل من زرعوا في الرمل قافية كي تلحق النجمة في آهاتهم غرق، في آهاتهم غرقوا، فكل من زرعوا في الرمل قافية كي تلحق النجمة في آهاتهم غرقوا، في كل دائرة للصمت
منشطر بضع وسبعون ميتا ما بهم رمق أنا الغريب إذا قيل الهوى وطن جرح كريم وعمر حالم نزق. قصيدة جميلة واللغة العربية تستحق أيضا نعم. كل هذا الجمال والتفرد. شاكرين لك وجودك في برنامج من عمان الشاعر فهد بن سالم العويسي. شكرا جزيلا جميل. شكرا لكم. الله يخليك. والشكر دائما موصول لكم مشاهدينا على متابعتكم الطيبة لحلقة الليلة من برنامجكم من عمان. تقبلوا منا أجمل التحايا من مخرجنا إبراهيم الزجالي. تصبحون على ألف خير. إلى اللقاء. عاشقينك للأبد.